أخبار غريبة وسريعة. الخبر دوت احتل جميع وكالات الأنباء. الحاج أردوغان في مصر بعد 11 سنة. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وزوجته في مصر بعد 11 سنة. طب إيه اللي وداك 11 سنة أردوغان؟ ليه حبيبي أنت قلبك قاسي ليه؟ ليه البعد وليه الجافة ده؟ ده احنا حبايب من زمان يا عم، من ايام محمد علي وكونيا والدنيا حلوه مع بعضين. ايه 11 سنه دي؟ ليه يا عم؟ ايه اللي حصل لك؟ فانت عايز تعرف الحكايه واللخبطه دياتي وليه القطيع 11 سنه وليه اردوغان راح مصر والقصه والحكايه والروايه، وخاصه ان اردوغان نازل مصر في عيد الحب يا جماعه 14 فبراير. اردوغان مش جايب ورد معانا، جايب شاورما تركي. ده الراجل يعني جاي وموجب معانا، فاهلا وسهلا بيك وصلى على الحبيب ويلا بينا. ايه القصة يا سيدي؟ ان العلاقات المصرية التركية مقطوعة من حوالي 11 سنة. طب ايه اللي قطعها؟ مع ان دي علاقات تاريخية جدا، يعني من ايام من قبل محمد علي باشا، وفي علاقات يعني من اكبر العلاقات التاريخية في العالم العلاقات المصرية التركية. طب ايه اللي قطع العلاقات دياتي؟ اللي قطع العلاقات دي ان الحاج اردوغان استضاف عنده الاخوان اللي مصر عم تنظم يعني مصر عم تصنفهم تنظيم بين قوسين، تمام؟ وده أغضب مصر جدا، وبالتالي فضل مستضيفهم عنده لفترة كبيرة جدا من الزمن، وفتح لهم قنوات في تركيا وقول يا عم الحاج ومعتز مطر ومحمد ناصر وقصة وحكاية ورواية زي ما يعني هو استضاف الإخوان عنده في تركيا. دي ببساطة شديدة جدا من غير لف ودوران، تمام؟ فضلت الامور سيئه، فطبعا اتقطعت العلاقه ومفيش سفراء ومفيش علاقه بين مصر وتركيا، مع ان حجم التبادل التجاري كان بين مصر وتركيا كبير جدا وكان في علاقات قويه جدا، ولكن ده اللي حصل. فجه الراجل بتاع قطر الشيخ تميم، الامير تميم، سموه الامير تميم. يعني هنا عايزين ننوه بدور قطر، دور قطر في كل اي مشكلات بتحصل ما بين العرب ما بين الدول، دايما تلاقي قطر بتتدخل تدخل عقلاني رسين ورزين. فخلى الرئيس السيسي يلتقي مع أردوغان، كانوا في قطر. ابتدت العلاقات تعود شوية بشوية، يعني ابتدى ايه، ما كانش فيه سفراء خالص، ما كانش فيه تمثيل دبلوماسي، ابتدى التمثيل الدبلوماسي يرجع بشكل منخفض، وبعدين العملية تزيد شوية بشوية لحد ما بيجوا ايه، رجعوا السفراء ما بين مصر وقطر مرة تاني، والدنيا ابتدت ايه تسأسأ وابتدت تكون حلوة. احنا ناقصنا ايه في القصة دياتي؟ ناقصنا الرجل الكبار الحلو دواتي الحاج أردوغان يجي عندنا مصر، خدت بالك، ويستقبله ونعمل له وليمة واهلا وسهلا بيك وكده. وده اللي حصل النهارده فين؟ في 14 فبراير في عيد الحب. الموضوع اللي انا عايز اقول عليه يا جماعه المهم جدا، زي ما قال تشرشل، خد بالك، تشرشل قال لك انجلترا ليس لها اعداء، ليس لها اصدقاء، انجلترا ليس لها مصالح، انجلترا لها مصالح فقط. فما فيش ثوابت في السياسه، ممكن عدوك البارح في السياسه النهارده يكون حبيبك وتقعدوا تاكلوا مع بعض في طبق واحد، وبعدين يرجع عدوك مرة تاني. فما فيش يعني مثلا زي أمريكا وروسيا، ما هو أمريكا وروسيا قاتلوا جنبا إلى جنب في الحرب العالمية الثانية، ما هو كانوا تبع الحلفاء، ولكن بعدين انقلبت الآية، بقيت الحرب الباردة وبقيت أمريكا مش عارف إيه وبقيت روسيا مش، واستمرت بقى الحرب الباردة لحد سنة 91 وسباق التسلح النووي وسباق الجواسيس والقصة دي كلها. فده اللي حصل بالضبط بين مصر وتركيا. تركيا كانت بتبحث عن مآرب أخرى، عندها أفكار أخرى، عندها رؤى أخرى. فتركيا علشان تثبت حسن النية عملت إيه؟ راحت قفلت جميع القنوات بتاع الإخوان المسلمين، وراح عمنا معتز مطر راح لندن، ومحمد ناصر مش عارف راح فين ماليزيا، وده راح فين وده راح فين، وقفلت، وفيهم الناس اللي وقفت الإقامة بتاعتهم، وفيهم الناس اللي خرجتهم بره البلاد عشان تثبت حسن النية لمصر. إن إحنا راجب بقى الحاج راجب بيقول لك على الطريق، احنا مالناش دعوه بالناس دول، احنا كنا ناس مستضيفينهم عندنا، بس لما لقينا بيقولوا كلام مش حلو على مصر وبتاع فاحنا رحنا مشيناهم. فاثبتت تركيا حسن النيه لمصر. اللي كان مأخر اللقاء هو ده، لان الاخوان اللي مصر نظمتهم اللي مصر صنفتهم اتخذوا من تركيا منبر ليها للهجوم على مصر، وبالتالي علشان تركيا تثبت حسن النيه بتاعتها راحت طردتهم وكرشتهم وجفرت القنوات بتاعتهم علشان تقول احنا اهو احنا تمام زي الفل. ما
وحصل بقى نوع ادت مصر طائرات، وابتدت في معاملات تجاريه، وابتدت في رجال اعمال تزور مصر. كان ناقص هذه الزياره التاريخيه من 11 عام ما بين رجب طيب اردوغان. وانتم عارفين طبعا اردوغان زمان قال ايه عن الرئيس السيسي، والقصه والحكايه والروايه، الكلام ده كله مش عايزين ايه ننبش فيه، احنا عايزين دلوقتي ندعو الى السلام. ليه؟ لان المنطقه على شفا حفره من جهنم، المنطقه على شفا حفره من الجنون، واحنا قلنا ان فيه 1.5 مليون انسان محاصرين في رفح وينتظرون ما بين فينة واخرى هجوم قد يودي بحياتهم كاملين. فمرحلة مهمة جدا تاريخية. تركيا، لا احد في العالم يستطيع ان ينكر ثقل تركيا ودور تركيا التاريخي في القضية الفلسطينية وفي ومع العرب، ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. وبالتالي وبعدين ما بيجيش تركيا هي تركيا، يعني مش ما بيجيش الدولة العثمانية الرجل المريض، لا، تركيا نهضت من تحت الركام مرة أخرى، وبقت من أقوى دول العالم، بتصنع سلاح وبتورد سلاح وبتشتغل وبتعمل، والاقتصاد يعني الناس عملوا في بلدهم شغل عالي جدا. وبالتالي الرجل ده عنده دور، تركيا عندها دور في قضية الشرق الأوسط، في لما يحصل في رفح، فكان لازم، وخاصة مصر. ليه؟ لأن مصر يا جماعة الدولة الوحيدة اللي عندها حدود مع قطاع غزة، وبالتالي لازم يحصل هذا التنسيق ده. يعني أنا بعتبر دي نقطة مفيدة جدا، زيارة أردوغان لمصر وهذا التنسيق، وهذه أن يعملوا حائط صد ضمن هذه ضد هذه الكوارث اللي عم تحصل. ممكن بعدين هذا اللقاء بين أردوغان وبين الرئيس السيسي ممكن يتحول إلى 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 تحالف ما بين مصر وتركيا، تنضم له قطر، تنضم له الإمارات، تنضم له السعودية، ينضم له المغرب، يبقى فيه كلمة موحدة. لأن تركيا لها ثقل كبير جدا في العالم الإسلامي، ولها ثقل كبير جدا في العالم الغربي، ولها ثقل كبير جدا مع روسيا برضه. فهذه الدولة دولة محورية مش في الشرق الأوسط بس، في العالم كله. فهذه الزيارة مهمة جدا وزيارة تاريخية جدا، وحمد لله على السلامة يا عم الحاج رجب طيب أردوغان. وما تأخرش، مش تبقى تيجي، انت ما بتجيش ليه؟ ما احنا بنبقى هناك، وبتعالى يا عم كل يوم وجيب الست بتاعتك وأهلا وسهلا بيك. فاكتبوا لي رأيكم بقى في زيارة، أنا حكيت لكم الخلاف أهو باختصار شديد، فاكتبوا لي رأيكم، إيه رأيكم في زيارة السيد رجب طيب أردوغان إلى مصر ولقائه مع الرئيس السيسي بعد قطيعة استمرت 11 عام؟ اكتبونا رأيكم في التعليقات. وإيه؟ زعل تاني يوك، نكد تاني يوك، قطيعة تاني يوك، ويوك يوك يوك يا فندم، وشكراً.